السلام عليكم ورحمة الله. علمتني الحياة أن الدنيا متقلبة والأمور متغيرة، وكذلك الدنيا تدور وكل ساق بما يسقى له، كذلك قلوب البشر تتغير نتيجة الظروف والمواقف. فمن قسى على قلبه وابتعد عن ذكر الله لا يستحق منك انتظاره خلف أبواب الحنين. ومن اتخذ من الظروف فسحة للهروب من أراضي قلبك، افتح له الحدود واقطع حباله المتعلقة بروحك، وساند نفسك بنفسك دون أن تتك على جدران الأرواح المائلة. أقول لك يا أخي هذا الكلام لا محل له وإعراب بصراحة. إن رأيت شخصا ما يريد المساعدة فساعده، أو مثلا وقع لك مشكل أن صديق ما غدر بك أو نافقك فسامح، إن الله يسامح فسامح. هذا هو الدين. أقول لك بأن إن سيطرت عليك المشاعر السلبية سيكون عرضة للضياع. من هنا نصل لنهاية فيديو السبشير قيس بأجارة. مع السلامة.